السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ إيلاف. اليوم غادي نقدم لكم الجبن الماسكربون، مصنوع في المنزل، يعني اقتصادي وسهل. الثمن ديالو تقريبا ما كيتعداش شي 13 درهم ونص حتى 14 درهم الى كثر. عندي هنا نص اترو دي كريم فريش، ومعلقه ديال الليمون او معلقه سيترو عامره كبيره. بسم الله، نبداو بطريقه التحضير. كنكوب هذاك الكريم فريش ديالنا في الكاسرونه وكنديها على البوطه وكنشعل عليها، يعني كنشعل عليها واحد العافيه اللي تكون مهيله على هذا الشكل، لان الا جهدت عليها كريم فريش غادي تلصق، حيت هي معروف عليها دغيا كتشبر في الكاسرونه دغيا غادي تلصق وغادي تعطيك واحد الريحه في جبن الماسكربون ديالك، ريحه اللي تكون يعني تقريبا عطي ريحه الحريق. كنبقاو نحركوها، يعني ما خصكش تزول يدك منها، كتبقى تستمر في التحريك. من بعد ما كتغلي لي من الجوانب كنبقى كنحرك، كنشوفوها غلات. بعد ما كتغلي يعني كنطفيو على العافيه، كنزيد هذيك المعلقه ديال الليمون اولا الحامض وكنبقى نحرك. يعني اون فوا كنزيد هذيك المعلقه ديال الليمون كنبقى نشوف واحد التكتلات صغيرين كي فحال حبيبات، يعني كي الكريمه كتبقى تعقد. كنحركها واحد شويه ورا العافيه عندي مطفيه، يعني كنحرك وصافي بلا عافيه. من بعد كتكون يعني كتشوفها تقريبا بدات كتعقد، كنكبها في واحد الانيه وكنغطيها بالتيك الغذائي وكندخلها للثلاجة. انا تقريبا دات مني هذا الوقت واحد 4 ساعات، يعني باش كانت جاهزه. وهاد الكريمه واخا كتبقى في الثلاجة تن لمده اسبوع كتبقى على الطبيعه ديالها، ما كيبقى فيها حتى شي تغير. عفوا، من بعد 4 ساعات خرجت الكريمه ديالي من الثلاجه، كانت على هذا الشكل يعني عاقده مزيان. غادي نجيب واحد الانيه ونحط فيها الصفي ونخوي داك الخليط كامل تما باش تسقطر من الماء، تسقطر مزيان نخدموا بها داكشي اللي بغينا. يعني شوف الكميه ديال الماء اللي هبطت منا، رغم ذلك حنخليها تزيد واحد شويه. هذا هو الجبن ديال الماسكربون ديالنا، عفوا ديال الماسكربون، جا على هذا الشكل. كنتمنى